من موقعها بشوف الدنيا بأخبارها كل يوم. دنيا الوطن، دنيا الوطن، أعطي الخبر لأصحابه. شيرين مشغول في أعمال فنية في الوقت الحالي، فاحتمال نضطر إنه إحنا نأجله قبل ما تخلص شغلها. على فكرة هي مش هتكون في لابوريس هذا العام، يعني هي حكت لي هذا الكلام، مش هتكون في لجنة الحكم. أعتقد نوال الزغبي راح تيجي بدالها في لجنة حكم لابوريس. لكن إذا حابب إنه أنا أعمل مع جوز والصوف، بعرف إنه صعب الإشي هذا. جورج له مساحة معينة، محدش بيقدر يكون جورج معه. بعد 10 ومحدش لا بس دقيقة، محدش حيكون لو دخل له مع جورج حيلبي جورج. يا روحي يا قلبي يا عمري يا حبي، انت مني بكل شيء ابدا يا ابتسام الكون وردة. امسى حبك يا حبيبي، والأكيد باكر وبعد يا روحي يا قلبي يا عمري يا حبي. تقريبا يعني اتفقنا على الأغنية، ولكن اللي في تقريبا يعني في كان عندنا طروحات لعدة أغاني، عرفت كيف؟ فبدنا نحاول نختار من بينهم، يعني تقريبا في 4 أغاني، نحاول نختار من بينهم عشان كمان الموضوع يكون مناسب. يلا بيتم اختيار الجزء. 100% رسالة لجمهوري عبر دنيا الوطن. والله 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 إنه لولا دعمكم المتواصل لإلي وثقتكم فيي أنا ما وصلت لهاي المرحلة اللي أنا وصلتها، لأنه حقيقة ما أنا فيه والله جمهور صدقيني لا هي شطارة مني. شوفي، لأنه الإنسان لما بلاقي دائما حدا يساعده، مش بقول لك إيد لوحدة ما تسقفش على المصريين، فالإنسان يعني أنا مشيت يعني بدعوات الوالد والوالد رب العالمين أول، بدعوات أبوي وأمي وهالناس اللي بحبوني، وفوت على السوشيال ميديا وبتعرف. من موقعها بشوف الدنيا بأخبارها كل يوم. دنيا الوطن، دنيا الوطن، أعطي الخبر لأصحابه.